ثابت هو مشجع الكوره، هو الجماهير هي اللي بتكون ثابته، اللي بتتفرج وبتشوف وبتتابع الاحداث يمكن على الساحه الرياضيه بنفسهم، والبعض بيكون مصمم ان هو يضحك عليه. يعني يضحك عليه في وقت خلاص ما بقاش ينفع فيه حد يضحك على حد. المفروض ان احنا نكون خلاص دماغنا وعقولنا تستوعب الامور بشكل اوضح ومنطقي اكتر من كده. سيادتك كمشجع كوره تستحق حد يحترم عقلك، تستحق لاعب يحترم عقلك ما يضحكش عليك. سواء بقى مشجع اهلاوي ولا زملكاوي او بتشجع اي نادي تاني، انت تستحق لاعب يكون بيحترم عقلك. فانت ما تستحقش ان حد يزايد عليك بشويه اخلال البيع. طبعا على راي طبعا الراحل القدير الفنان العظيم فؤاد المهندس في رائعة ارض النفاق، مفيش اخلاق للبيع، محدش يزايد علينا يا جماعه تاني، محدش يطلع يقول لنا احنا واحنا واحنا، مش عايزين نسمع الكلام ده لانه بقت نغمه واسطوانه مشروخه وخلاص الكل فهم اللعبه بتدار او بتمشي ازاي. المصلحه ثم المصلحه ثم المصلحه، والمبادئ دي مكانها على السوشيال ميديا بس، كلام جميل لطيف كده منمق يلم شويه لايكس ويعجب الناس وياكل عقل الناس وكل الحاجات الحلوه دي، لكن وقت الجد المصلحه تعلو المبادئ وتعلو الثوابت، ووقت المصلحه بتتبدل المصالح، ووقتها المصالح بتكون فوق اي شعارات. مره تانيه بطلب من مشجع الكره انه يفهم كويس ويبقى فاهم كويس، ما تخليش حد يضحك عليك، شويه شعارات شويه شعارات خداعه، ما تخليش حد يضحك عليك بيها.